السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم سباق مع المنتسبين، ان شاء الله المقطع يعجبكم. لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، وثالث شيء كود شوب الله يسعدكم بي اس ال. واللي يسال وش سالفه المنتسبين، هو زر الجوين جنب الاشتراك. اذا حبيت تدعمني اضغط على زر الانتساب واشترك باللي يعجبك. المنتسبين عندهم روم خاص وشات خاص سيرفر حقي في الديسكورد، فاللي يبغى ينتسب اذا خش على الديسكورد راح يجي رتب على طول انه منتسب. اول مره اسوي سباق مع المنتسبين، فان شاء الله المقطع يطلع جامد باذن الله. خليكم على المقطع. اللي فايز يا أن اختار $20 يا أن اختار الرقصة هندية، بس يعني ثلاث راوندات ترى. اح شايلين كودي والله. يلا ابدأ. انا بلحق واحد ما ادري من هو. اوكي حاطيني في الاخضر بعد. ها حتى انا اخضر، انا باقي اتابع بس. اوكي طافي ابو حذاء الحافي وخر. حلو، انا شكلي بعرق عليكم وبخلص الماء. مصطفى عرق. الله اي. اوكي يا رب. اوكي السات، هذه لعبتي وهذه لعبتي. والله شباب متقدم انا يعني. لا يقدع ام العين. يقدع هذا ايش؟ وينكم شباب؟ في واحد عندي مين؟ ما كنت اعرف. انا عرقت عليكم ليش؟ اصبروا. وينكم؟ ما في احد ابدا. يلا نشوف. ايوه هذا انا. هلا روح انزل لي. روح الحين بتخسر تقول سبب منك مدري ايش. اوكي ايزي. وين الايزي؟ اسمع نتفاهم دقيقة يا جماعة نتفاهم. أصح أنت ما تحتسب. يلا امشي. طيب أنا بعزز لكم. يلا هذا أول واحد. لا سويت أنا والله. جي ترى يمديكم تفوزون والله العظيم. أنا كنت الثاني يعني. شو أنا وصلت الحين؟ والله جي والله واحدة ما تكفي. يقول لك تيك ثري أصلا. ثلاثة أنا أشوف. إيزي نشبت في جدار تقول إيزي. أوكي خلاص. أوكي هذا مين؟ اوه هذا مصطفى. والله ديزي مصطفى وصل. لازم اروح اتابع انا. مستوى اح وصل راد الليل عرق فجاه. ديزي والله ياخذ العين. ها وش اللي ياخذ العين؟ عين قول ما شاء الله يا شباب. مين اللي يحسدك اصلا؟ في المقطع يحسدك على ايش؟ يحسدونك بعدها بيومين ايش فيه؟ لا ايزي فزت. اما فزت فزت ايزي. الجائزة ايزي ترى. طيب ايش فيك تحمس؟ ترى اقول لك نشوف فرق النقاط. اوكي اللي تحتك 14، الجيم اللي بعده نشوف كم توصل. اوكي خذيت مرتين الاول يا رد الليل خلاص الفايز ايزي. اللي بعده يلا. مين الاحمر سبب النحس؟ يلا انا برتقالي. برتقالي لا احمر. لا مكانك رسبنت احمر. متمد الالوان شكل في جلتشات. وخر. يلا ها يلا روح. يلا بعزز لك بعد. اها والله حق افخاخ. هي شو خلصت انت؟ لا والله لا. ما شاء الله على مصطفى. ما شاء الله تبارك الله. انا طب قل لي ما شاء الله. انا يعني ما شاء الله انت بعد عشان ما تقول او عين. يب الحقيقه هو مو صعب بس انا نوبه. بالضبط ادري. بلا تنمر. ما رفعت يد. وخر انت ايه يا اخي. ودي انزل لك 1 في 1 بعد المقطع. انت وش المخزين بعدين نزل يوم يون. اقسم بالله فضيحه. يلا روح. اي المشيه يا روح. يمشي ملكه. لا والله مو ملكه. لو جاب مصطفى الاول وفرق كبير. يا رب يعلق في المرحله. ليه؟ استغفر الله. يا رب يفوز. هو علق نفس الليفل قبل شوي رقم 14، فلو سواه الحين على طول جي والله. سلمان احنا ما اتفقنا تعرق. انا مالك مني. انا اسمي كان مو موجود. لا وش هذه هوايات؟ اول مره اوصل لها. وش هي؟ اوكي يعني فرق 6. يا الله حرام والله حرام. انا ليش معرق وشد حيلي؟ يعني لازم مصطفى الحين يفوز وهو 14 بعد الليل او مستوى نفسها بالضبط. يعني لازم راوند ثالث. شو نسوي؟ يلا الحين المنافسه بين رعد الليل ومصطفى. مين يوصل اول؟ مصطفى تاخر. ايش يلا يا مصطفى. مصطفى ورعد الليل. ليش ما يوصلني؟ الله صدف. الله جدي والله صدفت معي صدفه. اعوذ بالله. اوكي معرقين. ما نتكلم. ايه لا اخي الحين بجي واشطفكم كلكم. بسم الله اوكي اقسم. صوتي قطع. ذا اللي بعده ابخاخ.
جرابلر تكفون. والله جي جي ابغى مستوى تكفون. مصطفى اتوقع انه بيفوز ما شاء الله عشان ما يقول ما حسدتني ولا شيء. ما اقدر اتكلم. عندك لاق ها؟ لا لا تستغل كم مصطفى؟ تواضع مصطفى 16. والله شكله جي جي يا رجل الليل. اسمع اسمع مين اللي كان هايت في الراوند الاول؟ لا لاق 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 يا اخي. يلا منافسه بين رعد الليل ومصطفى بس. الله يرحم زر سبيس كنت انت طيب. كان انسان زر سبيس اشي رانا كونسل ومستوى. اوه تصريح خوي مستوى. اوف شوف الفرق 8. محمد انا اقول مره ثانيه ما تلعب معنا مسابقات. والله وانا انا محمد وانا انا والله جي جي مبروك مصطفى. ولا مرة جبنا توب 3. يلا مصطفى اختر ايش تبي. عاد عندك رقصة هندية صح؟ يعني خلاص تبي شيء ماتم شوب تبي ستار ايش تبي؟ اعطيني الرقصة الهندية بهديها لصاحبي. اوكي عشان اوروبي بس. ما قصرتوا؟ صح. اللي في اليوتيوب اشتركوا فعلوا زر الجرس كود بي اس ال لايك شير لايك لايك اشتراك بي اس ال لا تسوي سكيب للاعلان. ايرور منك كلكم تتكلمون ايش فيه؟ والديسكورد والديسكورد اللي يبغى للمنتسبين وغير المنتسبين فعاليات يعني. يعني وتعالوا انستا وتويتر يعني. تعالوا كل شيء خلاص. يلا يعطيكم العافيه ما قصرتوا. فبس هاك المقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم. حاولت اني اقصقص المقطع لو تلاحظون المقطع جدا قصير لكن التسجيل كان حول نص ساعه شيء زي كذا. اذا عجبتكم سالفه المقاطع القصيره زي كذا اكتبوا لي تحت في الكومنتات. انا حاولت اني اقصص عشان ما تملون لان المقطع جدا طويل وقاعد اشوف لقطات المميزه غيرها شلتها كلها. في لقطات كثيره كان فيها لعب وزي كذا وكنت يعني اخلص الباركور معهم لكن ما كان فيها سؤال ما كان فيها شيء فقلت حرام يخليها الحالة. سباق جدا قصير فحاولت اني اقصقص واخلي كل سباق او كل راوند دقيقتين لثلاث دقائق لان الراوند الواحد يقعد 10 دقائق تقريبا او 7 دقائق 8 دقائق الحالة راوند واحد. حطيت طول المقطع تقريبا 7 دقائق. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان عجبكم المقطع ولا تنسون لايك اشتراك فعل زر التنبيهات لانه جدا مهم. اغلب المقاطع الاخيره ما عليها الأمانة مشاهدات فاللي يبغى منكم فعل زر التنبيهات واكتبوا تحت كومنت اذا عجبكم المقطع. تابعوني على وسائل التواصل سواء تويتر سواء سناب سواء انستغرام. يعني احتاجكم في وسائل التواصل لاني بعض الايام اسال اقول ايش تبون ايش اسوي ايش ما اسوي لان في اليوتيوب صعب اني اقول لكم. مو بالكل يتابع المقاطع كلها يعني في ناس يحبون ديثران في ناس ما يحبون ديثران في ناس يحبون الفعاليات المتابعين في ناس لا في ناس يحبون المقاطع المنوعة أو اللعب أو الأرينا أو اللي هو. طلب بسيط أنكم تتابعوني بالذات سناب. سناب أكثر شيء سولف وأخذ وعطي فيه. فأي أحد عنده سؤال وشيء زي كذا يكتب لي في سناب ويليت ليت ليت أنكم ما تكتبون أبي 10 دولار أبي همتوني. فأي فئة من ذولي بيكتب لي كذا بوب بلوك. أنا آسف جدا الفئة هذه جدا صارت مزعجة. انا بعطي قد ما اقدر سواء دائما اسوي فعاليات زي كذا وتفين قاعد يدعموني ماليا فلازم اني ارد لهم هذا الشيء واشكرهم جدا لان المنتسبين ما تدرون قديش انهم قاعد يدعموني دعم فوق انه مادي معنوي. الاعلى فئه اقل فئه شكرا لكم جميعا. وادري اني طولت في هذا الكلام بس والله العظيم كلام من القلب والله يسعدكم جميعا وشكرا على الخير. سلام.